سمعتوا من الكابتن سيد، بعثة النادي الأهلي متواجدة في غرف خلع الملابس الخاصة باستاد الجوهرة الزرقاء في العاصمة السودانية الخرطوم. إن شاء الله إن شاء الله، بس مستنيين الأمور كلها تبقى جيدة خارج وده فيديو برضو جاي لنا خاص من مراسلنا من السودان من غرف خلع الملابس. الحمد لله من الواضح أن الأمور طبعا في ظروف صعبة وكل حاجة، ولكن الأمور على الأقل حاليا هي هادئة وكل الأمور الحمد لله ماشية بشكل جيد حتى الآن. ولكن زي ما قلت لحضراتكم هنفضل مكملين مع حضراتكم حتى يصل اللاعبين إلى غرف فندق الإقامة إن شاء الله. بعد قليل إن شاء الله يوصلوا بألف ألف سلامة، ولكن هم ما زالوا زي ما حضراتكم شايفين متواجدين في غرف خلع الملابس الخاصة باستاد الجوهرة الزرقاء في العاصمة السودانية الخرطوم، انتظارا لإشارة الأمن للاتجاه إلى فندق الإقامة الخاص ببعثة النادي الأهلي. نتمنى إن شاء الله أن الأمور تعدي وكل الأمور تعدي، ولكن ما زال حتى الآن في جمهور كبير